منصور السيوفي بعده عايش وعم يلعب على الجميع بمسلسل قصر النيل. ومحامي العيلة صلاح عبد الله بيعرف بالموضوع هو ومحمد محمود عبد العزيز مخبينه. ولأنه البوليس اكتشفوا أنه جثة منصور السيوفي تبدلت من البراد لحد الانتهاء من التحقيقات والسماح بدفنها، فالمقدم خالد نوح أو أحمد مجدي اللي عم يتولى التحقيقات بقضية قتل منصور السيوفي طالب بإطلاق سراح كاميليا أو دينا الشربيني المتهمة الأولى بالجريمة لاستكمال التحقيق واكتشاف الحقيقة. ومسلسل قصر النيل شادد انتباه الناس حقيقة وفعلا قدر ينقلنا لعصر الستينات بكل تفاصيله، إن كان بالسكريبت أو السيت اب وصولا لأزياء الشخصيات، خاصة دينا الشربيني اللي مش بس لافت الأنظار بأدائها الحلو لشخصية كاميليا، كمان بستايلها. الحكاية بدأت هنا وتحديدا في السفارة البريطانية، فلفتت الأنظار بستايلها واعتمادها للتصاميم الكلاسيكية والأنيقة، وركزت على الفساتين والكعب العالي واختيار الأقمشة الناعمة اللي بتعطي طابع الفخامة من أول ظهور لها في المسلسل. وشفنا عليها الفستان الأحمر اللي كان ساحر عليها بكل الديتيلز، إن كان من قصته عند الكتاب مع الرفلز عند الخصر. حضرتي اللي انت مستنيه. واللون الأحمر كان اختيارها أكثر من مرة ولكن بقصات مختلفة، مثل هالفستان بقصته الكلاسيكية بالمنطقة العليا، وكمان هالفستان البسيط اللي بيميز ريبون عند الخصر. ورجعنا شفنا عليها ألوان مختلفة مثل الأورنج، البيربل، الزهري، الأصفر، واللون الأخضر بهالدريس اللي تميز أيضا بالكت عند الخصر إلى جانب فخامة القماش. مستنياكي من بدري. أنا؟ هو في حد غيرنا هنا؟ هذا غير الأزياء اللي كانت مليئة بالباترنز خاصة الفلورال. بتاخدنا ساعات الدنيا وما بنختار. وما نقدر ما نذكر فستانها الأسود اللي اختارت إنها تلبسه بالحفلة الشهيرة. كان بيرفكت لزمن القصة إن كان بهالكت الطول والريش عن منطقة الصدر، أكيد إلى جانب الجلوفز الدانتيلز اللي أضافتهم. والجلوفز شفناهم أكثر من مرة على دينا كإكسسوار اللي أعطى الإطلالة طابع خاص ذكرنا بالزمن الجميل. أقدم لكم كاميليا. وأكيد ما نقدر ننسى تنسيق باقي الإكسسوارات مثل الهات اللي ما فرقتها والهيد بيسز المختلفة خاصة اللي غطت فيها وجهها مع المجوهرات الضخمة والفخمة. وأكيد ما نقدر ما نذكر تسريحات شعرها المدروسة خاصة الريترو هير. مش مصدقني قاعدة قدام اللي دمر حياتي وحياة أبويا. حتى هالستايل الستيني شفناه بملابس النوم مثل هالفستان الأبيض المميز إن كان بالقماش قصته أو الكيب عند الخلف. المهم دلوقتي إن أنت ترجع أوضتك قبل ما المدام تقلق عليك. تصبح على خير. طبعاً غير الستايلات اللي حكينا عنهم بالتقرير كمان شفناها قبل يوم كم يوم بستايل مختلف بكيب وقميص أبيض، وهالستايل هو لما قررت تهرب بباسبور مزور ومتنكرة بشخصية ست اسمها بولا قبل ما يجي البوليس طبعاً ويقض عليها. ولكن طبعاً رجعنا شفناها بهذا الستايل بالحلقة 15 لما راحت تزور أخوها بالمخفي بقميص بورغندي غامق وبانتس رمادي.